من الجزائر. نعم تفضلي، شو الحلم؟ حلم كنا اخو زوجي ميت. ايوه. جاب لي 3 دجاجات بدون ريش. ثلاث دجاجات بدون ريش، طيب. وحطهم لي في المطبخ. طيب. اخو زوجي ميت. الله يرحمه، وبعدين؟ والدجاجات 2 بدون جناح وبدون فخذ. نعم. واحدة كاملة. واحدة كاملة، طيب. شو بعد؟ وانتهى الحلم. وانتهى الحلم. انتو في عندك ابناء وبنات؟ في مشاكل بينك وبين زوجك؟ في اي شيء في حياتك غير طبيعي؟ عادية. شوفي اختي الكريمة، هو الدجاج بالنسبة، اول شيء اعطيت الميت خير، مهما كان اعطيت الميت هي خير. مهما اعطاك خبزة، لحمة، دجاج، اي شيء هو خير. والدجاجتان التي ليست كاملة، هو اما يكون رزق. انت عندك ابناء وبنات ولا اول شيء؟ عندي 2 اولاد، 3 اولاد وبنتين. ايوه الحمد لله ما شاء الله، اذا خير. في عندك ابناء بسن التوظيف الحين او بنات بسن التخرج؟ لا عندي 2 اولاد بدون شغل. 2 اولاد بدون شغل، هذول الدجاج اللي بدون اجنحة وبدون رجول، ان شاء الله يلاقوا شغل. وشو الثالث؟ وضع الثالث؟ وكانوا دجاجة كاملة، والابن الثالث يخدم. يخدم يشتغل. والبنات متزوجين. خلاص اختي كريمه، اذا هذا الكلام انت نفسك فسرت الحلم، يعني الحمد لله والشكر انكم تساعدوني في تفسير الاحلام. حالك مستتب وسوف يزيد استقرارا. الذي لا يعمل سوف ان شاء الله يعمل، ياتيه يفتح عليه ابواب من الرزق، ولكن عليه السعي، لانه انت هنا في الحلم لا عندهم ايدين ولا رجول، معناته انه ما يحاولوا يسعوا السعي المفروض انه يسعى للحصول على وظيفه، يجب ان يتعب اكثر. اما بالنسبه للمكتمل فذلك دليل ان حاله سوف يصبح افضل وافضل، ولا اكثر من ذلك ولا اقل، والله اعلم. والله اعلم. ابشر يا اختي، حلمك خير، واعطيت الميت خير، واللي ياخذ الميت نطلع بداله صدقه، ولا احد ابدا يشيل هم او خوف من ذلك.